تقول فضيلة الشيخ: نحن نذهب ولله الحمد كل سنة إلى مكة المكرمة للعمرة في رمضان المبارك، وفي كل مرة أنوي العمرة لأبي، ومرة أخرى أنويها لأمي، ولكنني في آخر مرة نويتها لهما معا، فعندما سئلت عن أمر هذه العمرة قيل لي بأنها تحسب لك ليس لهما، هل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ؟ نعم، هذا صحيح عند أهل العلم رحمهم الله. يقولون إن النسك لا يمكن أن يقع عن اثنين، النسك لا يقع إلا عن واحد، إما للإنسان أو لأبيه أو لأمه، ولا يمكن أن يلبي عن شخصين اثنين، فإن فعل لم يصح لهما وصار النسك له. ولكني أقول إنه ينبغي للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه من عمرة وحج وصدقة وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك، لأن الإنسان محتاج إلى هذه الأعمال الصالحة. سيأتيه يوم يتمنى أن يكون في صحيفته حسنة واحدة. ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يصرفوا الأعمال الصالحة إلى آبائهم وأمهاتهم، لا أحيائهم ولا أمواتهم، وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء للأموات، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فتأمل قوله أو ولد صالح يدعو له، لم يقل أو ولد صالح يقرأ له القرآن أو يصلي له ركعتين أو يعتمر عنه أو يحج عنه أو يصوم عنه، بل قال أو ولد صالح يدعو له، مع أن السياق في العمل الصالح. فدل هذا على أن الأفضل للإنسان أن يدعو لوالديه دون أن يعمل لهما عملا صالحا يجعله لهما. ومع ذلك فإنه لا بأس أن يعمل عملا صالحا يجعله لوالديه أو أحدهما، إلا أن الحج والعمرة لا يلبى بهما عن اثنين.